الشيوعي بزيع، شاعر لبناني معاصر، ولد في قضاء صور جنوب لبنان عام 1951. درس اللغة والأداب العربية في الجامعة اللبنانية عام 1973، كما حاز على دبلوم باللغة الفرنسية وآدابها. عمل بالتدريس في صور وبيروت بين عامي 1982 1988، ثم التحق بوزارة الإعلام عام 1988. عمل في الصحافة وترأس القسم الثقافي بجريدة السفير عام 1992، وأعد برامج إذاعية متنوعة في عدد من الإذاعات اللبنانية الرسمية والخاصة، كإذاعة صوت لبنان العربي التي واكب عبرها الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، وساهم بقصائده في التحفيز على الصمود إبان الحصار الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية، كما أعد برامج تلفزيونية ثقافية في تلفزيون لبنان الرسمي. له مساهمات في العديد من الصحف والمجلات، أبرزها الأداب اللبنانية والراية القطرية والاتحاد الإماراتية. كتب الشعر بالعامية والفصحى، لكنه برع أكثر بالفصحى، وامتازت قصائده بتوظيف التراث الإسلامي والمسيحي بنفحة من التصوف، وامتزجت بشعره المعاني الشفيفة والغنائية العذبة والشاعرية والعشق. شارك بالعديد من المهرجانات الشعرية في جرش وقرطاج واللاذقية وفرنسا ومصر وغيرها. يدعي الشاعر أن الشعر ذئب، فيقول الناس إن هو إلا شاعر، والشعر أضغاث رؤى خادعة، أعذبه أكذبه. لم يصدق أحد ما زعم الشاعر، لم ينتبه الناس إلى الموت الذي ينهش في هيئة ذئب جسمه الرث، لكي يستخرج المعنى الذي في قلبه. الناس نيام، فإذا الشاعر مات انتبهوا. له دواوين عديدة نشرها متجزئة، ومن ثم في أعمال شعرية كاملة نذكر منها عناوين سريعة: لوطن مقتول، الرحيل إلى شمس يثرب، مرثية الغبار، شهوات مبكرة، لا شيء من كل هذا، فراشات لابتسامة بوذا. ترجمت قصائده إلى لغات عدة، بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية والإسبانية واليونانية، وحاز على العديد من الجوائز والأوسمة، كجائزة الشعر الأولى في الجامعة اللبنانية عام 1973، وجائزة محمد صالح باشا رحيل للشعر العربي عام 2004، وجائزة عكاظ للشعر العربي عام 2010، ووسام كمال جنبلاط عام 2010، وأخيراً جائزة العويس للشعر العربي عام 2017، وغنى بعض قصائده كلاً من مارسيل خليفة وسميح شقير ونداء أبو مراد وعبد الكريم الشعار. ركزت قصائد شوقي بزيع على اتجاهات موضوعية كثيرة، مثل المرأة والمكان والشهادة والمقاومة والجوانب الفلسفية، وعلى قدر من الرثاء. ارتبط الشاعر بزيع بالأرض، يعيش مأساتها ويدافع عن قضاياها، لكن الهم الوطني في بلده لبنان وخصوصا في جنوبه المقاوم ظل الهاجس والمنطلق لقصائده التي راحت تمجد التراب وتحتفي بالمقاومة والشهادة، وكان ذلك في بداية تجربته الشعرية، وعلى الأخص في دواوينه الأولى: عناوين سريعة لوطن مقتول، الرحيل إلى شمس يثرب، وأغنيات حب على نهر الليطاني، حيث تميزت هذه المرحلة بالغنائية والقصائد الطويلة التي تمحورت أكثرها حول ثنائيتين هما تمجيد فكرة الشهادة والمقاومة وقيمهما والدفاع عن الأرض، والتغني بالمرأة مع ملاحظة تناغم هذين المفهومين لتغدو المرأة هي الأرض المحبوبة والمعشوقة. دائما يكتب ما يجهله، دائما يتبع سهما غير مرئي ونهرا لا يرى أوله، هائما في كل واد ينهر الأشباح كالماعز عن أقبية الروح، وكالساحر يلقي أينما حل عصا الشك ليمحو بعضه بعضا، مقيم أبدا في شبهة البيت ولا بيت له.
كلما هم بأن يوضح يزداد غموضا، وبأن يفصح يزداد التباسا، والذي يكتبه يحجبه. هو يدري أن بعض الظن إثم، ولذا يومئ للمعنى ولا يقربه. لقبه البعض بشاعر المقاومة، وفي هذا يقول بزيع: كل قصيدة تمتلك أدواتها التعبيرية والبلاغية، وتنحاز إلى قضايا الإنسان، وهي قضية المقاومة بامتياز. ولا يمكن لقصيدة تموت بعد أسبوعين أن تكون كذلك، فالقصيدة التي تكون عاجزة عن مقاومة موتها الذاتي لن تستطيع منح الحياة. لا يمكن أن أكون خارج المقاومة، فأنا الذي هدم بيتي وخسرت عشرات الشهداء من أقاربي وعائلتي، وأنا الذي قلت إن البيت الذي بنيته في الجنوب اللبناني لم أكن لأبنيه لو لم ينكسر ظهر شهيد تحت كل حجر ارتفع في ذلك البناء، وكل زهرة تتفتح في حديقتي رواها دم سقط فوق ذلك التراب.